أمامنا هو طبعا حكم اللقاء مصطفى غولبال، أمامنا الحكم الجزائري حكم مع أوكرانيا بطلة كأس العالم في ربع النهائي. انطلاقة خطيرة، فرصة، لكن أول فرصة وأول محاولة من لاعب نادي أستون فيلا زميل المحبادي المصري أدي جونازان كوتشي، لاعب منتخب المغرب ومنتخب ناميبيا منتخب جنوب إفريقيا لترشح وتأهل بعد ما حل ثانيا في المجموعة اللي كانت ضمته مع كل من نيجيريا وليبيا وسيشيل. حرك من اللاعب المميز جدا اللاعب بيبي، امامنا انطلاقه من اللاعب جرادال عايز يلعب الكره الاماميه منتخب جنوب افريقيا، صحيح بعيد عن المنافسين اللي كانوا في سان داونز، طبعا سان داونز اللي كان بطل لدوري ابطال افريقيا في 2006 لمنتخب كوت ديفوار خلال الفتره اللي خاضها 105 مباراه، في حين ماكارتي طبعا المباريات اللي خاضها هو سجل في نهائيات الامم الماضيه في مباراه تمويها وفي ما فيش تسلل وانفراد، ولكن يطلع المره دي يطلع سيلفيان امامنا اهو الحارس سيلفيان جوبوهو اللي بيطلع في هذا التوقيت الرائع، طبعا جاك ديزي الابرز اللي سدد اللاعب السريع دي امامنا، الكرات العاليه الخطيره تعدي لكن ما توقعهاش امامنا هنا في هذه اللقطه، المهاجم رقم 14 اللاعب اللي امامنا هو اللاعب كوجا اللي كانت بالامس ما بين المغرب وناميبيا وانتهت بهدف لصالح المباريات في اللقاءات السابقه. ادي امامنا اللاعب بيكيتزي بيلعب في نادي كيب تاون، كوت ديفوار امامنا استلامنا من جانب اللاعب اللي بيستلم على طول كوتجا في الجنب الشمال، هو حلو قوي استلام على طول امامنا، التحرك من جانب اللاعب كيسي لن يستمر على في الكره، لعبه تضل الخلف الكرات اللي في اتجاه القائد والكابتن اول منتخب الايفواري، تغيير لعب حلو قوي في الجنب الشمال، حاول يلم وحاول يدوس. نفتكر نظمه امم افريقيا 96 وايضا جنوب افريقيا نظمتها كان في عام 92. كره اماميه ادي امامنا السريع، ادي السريع لكن فين السرعه، فرصه وادي امامنا الاستلام لكن استلام الكره هربت منه، رأسيه حلوه الكره امامنا، اول كره من القائد امامنا اللاعب هولاند تشويو امامنا في هذه الكره، 4 اهداف لهولاند تشويو لكن كلنا نفتكر كان سجل في مرمى في نسخه هذا الموسم 17 مباراه سجل هدفين، كره اماميه على طول ويليامز ادي 52 8 يعني قائمه النجوم، وادي الكره الهدف هنا هذه اللقطه لكن في دفعه، هدف كان من الممكن ان يكون هدف اول في هذه اللقطه، والتجمع من اجل لقب هذه البطوله، انطلاقه وفاول، فاول على فورمان، شوف كل كره تصل الى نيكولاس بيبي، بقول لحضراتكم 22 كان ابرز كره للاعب هولاتشيو امامنا، واحده في العارضه نيكولاس بيبي، واحده في العارضه، قنبله كره من بيبي امامنا اهو بعد مرور الكرات للتسجيل، وادي امامنا كونجان فراد هو الهدف الاول هو ويليامز مش ممكن اختار القوه رقم 7، ادي امامنا مابوا سان داونز لكن يعني في هذه الكرات ادي هو عايز يحطها القويه، توقع ان حارس المرمى يعني يسقط يروح لزاويه لكن ويليامز كان عملاقا في هذه المباراه السادسه الدوليه، فورمان امامنا كوت ديفوار تستحق هدف وفقا للاداء كيزي، ادي امامنا نشوف دايما ماكس جرادال اللي بيتواجد في الطحة، والانطلاقه المره دي من جانب اللاعب تيمبا زواني، وركنيه ثانيه امام جرادال الى فرانكيسي لكن اتكعبلت الكره في رجل فرانكيسي من جنب الشمال، ادي الجماهير اللي بتشجع طبعا، وكان ممكن يسجل في اللقاء، الكره بتعدي ضغط من جانب المنتخب الجنوب افريقي في الكرات السابقه وراسه بشكل مميز، ايضا بيتقدم اللاعب هولاتشويو اللي كان كل دي اسماء ونجوم كبار لعبوا
لجنوب افريقيا. كرات على طول العاليه بيشوط الفرص الضائعه، ليست فرص كثيره لكن ابرزها كره بيبي في العارضه والفرات جوجا، وابرز كره كانت راسيه اللاعب هولاتشيو في الدقيقه 26. تعادل سلبي في الشوط الاول هنا في ملعب السلام امم افريقيا 2019 نسخه رقم 32. انقل الكلمه للزميل معز بولاحيه في هذه البطوله، وان كان طبعا كلود دوروا الفرنسي اللي يعني تواجد في تسع ركنيه ثانيه كوت ديفوار، ركنيه جديده وادي الكرات العاليه، لكن امامنا راجع اللاعب ده هنا استلام ومحاوله المرور ماكس جرادال يلعب الكره العرضيه، لكن على طول في 1957 وكانت بدات البطوله بثلاث فرق في مناسبتين. على طول تحرك المره دي بالجنب الشمال، كرات العرضيه خطره جدا، الكره الماضيه امام 11 انطلاقه هنا بالجانب الشمال وتسديده من خلال قدم المدافع ترطع الحقيقه من جانب المنتخب جنوب افريقيا. هجمه المره دي عن طريق اللاعب كوجا لكن راجع على طول راجع. عندما تعادلوا مع توجو في ذلك اللقاء الاول كان تعادل سلبي. الاستلام على طول لوبو موتيبو يعني امامنا اللاعب اتلانتا، ولكن ظهر مع الميلان ومن الاسماء المرشحه للخروج، والكره تعود امامنا هنا، الكره عادت من جرادل ولكن لم يلحق بها اللاعب كوتشا. هذه رقم خمسه اللاعب ماكيتزي، هذه ماكيتزي رقم خمسه وحارس المرمى ويليامز يطلع الكره لاصابه ماكيتزي. الكره اللي فاتت كره خطره جدا، ادي الضغط على طول تحرك المره دي من جانب اللاعب اللي بيكمل موكوتشو يفتح اللعب كده من جانب جنوب افريقيا. هل تفجر المفاجاه جنوب افريقيا وتسجل هنا؟ وادي فرصه لكن يطلع الاداء مش بنفس القوه بعد كده، نشوف التطور وادي امامنا هنا التطور من بيرسي تاو في هذه الكره، ولكن الى امامنا اللي بحكي على ظهركم عليها ممكن يخطف كوتشا يخطف امامنا هنا في هذه اللقطه منتخب كوت ديفوار يستدرج منتخب البافانا والسقوط في هذه اللقطه. كره جرادال امامنا الى كوتشا اللي ضيع في الشوط الاول، المره دي بقى استخدم العقل واستخدم المهاره عكس الكره اللي جات له كانت اسهل، ويسجل منتخب كوت ديفوار هدف التقدم في هذه اللحظات عن طريق جوناثان كوتشا امامنا اول اهدافه في هذه البطوله. امامنا هنا عنده من الاهداف تسعه في 19 مباراه قبل هذا اللقاء، ده هدفه الدولي العاشر. بص شوف جرادل عملها ازاي، وادي امامنا هو اللاعب كوتشا يضعها باقتدار، لكن حلوه الكوره معموله حلوه قوي من جانب كوليبالي الى جرادل ثم لمسه واستلام ومن تعادوا على البي اس جي. ادي امامنا كوتشا يبحث عن زاويه التسديد يرجع الكوره يخطفها امامنا كيس، لكن شوف دفاعات المنتخب الجنوب افريقي تعود مره ثانيه صنع الهدف جرادل وكره راسيه اللاعب الظهير الايسر كوليبالي الى جرادل ثم الاستلام في هذه اللقطه ويضعها امامنا هنا. الكره بتعدي من ما بين قدمين حارس المرمى ويليامز انقذها في الشوط الاول لما لعبها برعونه كوتشا، لكن هذه هي الفرحه، هذه هي الوجوه الافريقيه والرقصه الافريقيه الشهيره ترى، عشان كده اصبح يلعب مع المنتخب الايفواري بقى وعنده حاليا تحرك امامنا من جانب اللاعب طاو صاحب الفرصه الابرز كان ممكن يعني يسجلها، ولكن طبعا بالبطوله بالالقاب من خلال الاداء اللي بيقدم من كوت ديلان لجان ميشيل 3 امامنا اللي خرج. انطلاق امامنا هنا اول كوره امامنا هو البديل لاعب فيلا كاتزي يلعب كره عرضيه خطره على مرتين يا سيلفيا على مرتين حارس بيعالج لاعب اسك الكره الثابته اللي بتتلعب على طول من جانب اللاعب بيلانتي الى منتخب الكاميرون. ادي امامنا استلام على طول لكن يغطي فرانكيسي ضيع السهل وسجل يعني بمهاره الحقيقه، يعني ضيع كره مساحه دفاع ماكيتزي ما كانش بيطلع قدام اتلعبت في المساحه اللي في ظهر ماكيتزي كره على طول سيرجيو ريه الفلسفه اللي بيخافوا منها عشاقه عندهم مركز 11 كان فريقه في الدوري الشامبيونشيب في هذا العام. على طول استلام المره تحت ويلفريد زاها، شوف بقى له قد ايه ويلفريد زاها من الدقيقه 68 لكن بيظهر الى جرادال الكره العرضيه